البدائل، محتاجين الفضاءات، محتاجين الاطار قانوني. ما تدخلوش في شي حوايج ما قاديش توصلوها، لانه الا غلطتوا راه ما غنسامحوكمش. نعم. راه غتظنوا ذو النفوذ الفوضى في البلاد. نعم، الا سمحت. لا يحتمل الاخطاء. نعم، الا سمحت استاذ سمير عنده حق الرد، ولكن الا سمحتوا بعد الاذان ديال صلاه العشاء. إذن كيف سمعنا أستاذ عبد الحفيظ فهمي باحث مجال تشغيل، يعني أعطانا واحد الصورة، حلل جميع هاد البرامج وهاد المقاربات اللي من كان الهدف منها هو امتصاص البطالة على ما يبدو أنه تيشوفها بأنها فاشلة، حلول ترقيعية. سي سمير لك حق الرد. لا ماشي رد، وإنما غير لأنه حتى الكلمة ديالي ما للأسف قطعتيني في الكلمة باش كمل أستاذ فهمي. ماشي مشكل. ماشي مشكل، ولكن أنا باش نكمل على اللي سبق لي تحدثت فيه. أنا كنحترم كل ما كيقول السيد أستاذ فهمي، لأنه أعطى مجموعة من المؤشرات، إلا أن كيبقى رأي يمكن يكون صحيح يمكن يكون خطا. لماذا فشل؟ علاش؟ لا انا كنتكلم على المساله ديال لا ماسالاريا، لانه مجموعه من الافكار اللي ماشي كلها كتصب في الموضوع اللي غادي نتكلم فيه، وهو المساله ديال سياسه العمل التشغيل. ما غنقيسهاش انا غير بالوظيفه العموميه. الوظيفه العموميه حل من الحلول كما سبق لي الاشاره، وانما كاين هناك حلول اخرى. انا اللي كنتكلم فيه البرامج. البرامج ما هي البرامج ديال سياسة التشغيل؟ هي برامج تكميلية فقط. هذا هو الدور ديال الدولة ووزارة التشغيل. ملي كنتكلم على وزارة التشغيل هي برامج تكميلية تساعد الشباب على تحسين قابلية تشغيلهم حتى يمكن يولجوا لسوق الشغل، بما في قطاع خاص بالأساس قطاع خاص. القطاع الخاص بالهيكلة دياله قادر أنه يستوعب ويضمن لك داك أنه داك السيد غيخدم على أي قلت الأسادة. أنا من اللي شرت بأن هناك مرينا من مجموعة من المحطات كانت هناك برامج تمت إعادة هيكلتها على أساس تشخيصات وتقويمات اللي تم إطلاقها. تكلم معايا أستاذ فهمي على مسألة ديال الأرقام. فعلا انا تنقول بانه البرامج اللي تم بالرغم من العيوب اللي كتمثل في المساله ديال عدم توفر على تغطيه اجتماعيه بالنسبه للادماج، الا ان هذه البرامج حققت واحد النتائج مهمه واللي كنشيروا بالارقام، لانه من بعد المده ديال التدريب اللي كيقضي بها الشاب داخل المقاوله كيتبين انه مباشره من بعد انتهاء فتره التدريب اكثر من 40% من الشباب يدمجون بسوق العمل، وبعد مرور سنتين كنلقاو 75% اللي كيتم ادماجهم في سوق العمل، مع العلم انه هذه البرامج ادت كذلك الى تحسين وضعيه الشباب في سوق الشغل. نعم. بالنسبه للاجر، بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه، بالنسبه هذا التشخيص اللي تم بالنسبه للبرامج كلها ادت الى تصويبات. فمؤخرا تم المساله ديال لكن هذا الاقسام البشري كنجربوا فيه مجموعه من المقاربات. لا لا لا، ماشي مقاربات اللي يخليك، ماشي مقاربات. ماشي 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 مساله ديال التجريب كما خديتيها كما لا قلتها قبيله ماشي مساله عليكم بعد ماشي مساله التجريب. انا ماشي تجريب بكما فهمها. تجربه اللي كتم في جميع الدول. نعم. فيما يتعلق بالسياسات العموميه للتشغيل كنمروا بمجموعه من البرامج وكنديروا لها تقييم ونعاود هكذا ونقترحوا برامج. اكثر نجاعه بهاد البرامج شنو هي؟ كل برنامج الا وعنده ايجابيات. نعم. مقاولتي اللي كنقولوا حنايا فشل. بعض الناس يقولوا فشل. الا انه الا ناخذوا على الصعيد العالمي، اي برنامج فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي يؤدي الى 10% من الناس اللي تم انتقائهم يتم ينجحون في خلق مقاولات. نعم. وصلنا ل 17%. 17% من المنتقين تمكنوا من تحقيق البرامج ديالهم. نعم. ما تنقولش بانه نتائج مهمه، كاين هناك صعوبات واللي تم التوصل اليها، وانه البرنامج حاليا برنامج مقاولات على الخصوص كاين هناك حاليا دراسه تقييميه في طور الانجاز اللي ربما غادي تعطي كذلك بعض التوصيات اللي غادي يتم تفعيلها فيما بعد.
برنامج تأهيل. نعم. غير رجاء نكمل برنامج تأهيل وهو آخر برنامج تأهيل. برنامج تأهيل اللي هو تضمن مجموعة من التكوينات فيما يتعلق بالمجال ديال اللوفشورين، في مجال ديال التكوين اللي هو عنده علاقة بالإدماج المباشر، فيما يتعلق بالتكوينات اللي كتصاحب القطاعات الاستراتيجية باش توفر ليد العاملة المؤهلة أي تلبية الحاجيات. نعم. هادو برامج اللي توضعات اللي كتواكب هذه القطاعات. وهنا نقول الأستاذة بلقزيز أنه حتى الدولة فكرت في مساعدة القطاع الخاص باش يمكن له دولة تكون شوية الصرامة باش يمكن لا بأن الدولة وفرت الدعم اللازم للمقاولات حتى يمكن لها تشغل هاد الشباب في ظروف ملائمة. نعم سي يونس، انت الإطار المعطل ومعني بمحضر 20 يوليو الاستاذ يعني طبعا تفضل تفضل موقف حرجني ان مورانا 3000 اطار خصني تعطيني واحد الوقت باش ما يتحوج النقاش الى ضيفان لان لا 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 يعني احنا لا هذا الامر واضح. انا نقول لك استاذ انا الامر واضح، نحن امام التزام قانوني خص الدوله تنفذه وقعت الحكومه الفائته لان احنا كنخدموا كقانونيين كنعرفوا بان مبدا اللي كيتحمل في اشتغال ديال الدوله هو استمراريه المرفق العمومي. الا كان باب جهنم غادي تفتح بتفعيل المحضر انا اقول لا من هذا المنبر. علاش؟ وغنسال الاستاذ اللي هضر على باب جهنم وهذه الجرائد، اقول باب جهنم غادي تفتح في حاله عدم تفعيل المحضر. علاش؟ لان الحكومه اللي ما قداش تنفذ واحد الالتزام واش قادرة أنها تنزل المضامين ديال الدستور؟ وهذا هو التخوف ديالنا مقارن. واش هاد الحكومة اللي ما قداش تنفذ المحضر واش قادرة تنفذ الدستور؟ هذا بجهنم الحقيقي. بالنسبة للقطاع الخاص، القطاع الخاص باش نكونوا واضحين، الدولة كتعامل ولا المسؤولين باش كيتعاملوا معنا بمنطق الجمع بين النقيضين. واللي يجمع بين النقيضين بحال اللي يتجوز جوج خواتات، هو حرام في الإسلام. زين الفحارب القطاع الخاص هنا كيقولوا لنا علاش كتلحوا على القطاع العمومي، حنا كنقول لهم علاش كتردوا على القطاع الخاص؟ ها النقيض غادي يمشيو للقطاع الخاص في حين كاين ما بين 20 الى 30 الف موظف شبح، ونحن اولى كفاءة وغيرة على الإدارة المغربية. المتقاعدين ديال الجيل الأول ديال من بعد الاستقلال هما في طور المغادرة، كاين تبعات ديال المغادرة التوعية، كاين مشروع ديال الإصلاح الإداري اللي كيرتكز فواحد الجانب على القطاع البشري ذو الكفاءات اللي حنا كنستحقوا أننا نكونوا رافد منه وفي الإصلاح الإداري. والغريب في الأمر هو أن الأحزاب والمسؤولين كتحدث على القطاع الخاص وهما كينادوا بمحاربة اقتصاد الريع. هذا القطاع الخاص فين كيشتغل؟ في ديال الاقتصاد الريع. وعلاش انا كيجبرني باش نمشي للقطاع الخاص؟ الاحزاب كتحدث على القطاع الخاص في ظل البرنامج الحكومي شنو جا فيه؟ قال لك ارساء شروط بناء اقتصاد قوي. والخطاب كيحمي الوجهين، ما قيل ولم يقال حسب نعوم شومسكي. في حال الى انضى الشروط بناء اقتصاد قوي سكو في اوتوماتيكمون انه اقتصاد ضعيف في هذه الحاله. حنا المطلب ديالنا الواحد والاوحد هو التفعيل بشكل فوري وسريع، لان غادي نفتحوا باب جهنم اخرى في عدم تفعيل المحضر. علاش؟ عندنا ثلاثه الاسباب. اللجنه الثلاثيه اللي مكلفه بتدبير الملف باقا ما باغيتش تجتمع معنا. الطريقه ولا الكيفيه ولا التوقيت باش غادي تفعل المحضر، هذه ضغوطات هذيك الولايات المحضر، لان المحضر كان واضح من حيث تدبير الملف ولا التنزيل ديالو على ارض الواقع. كاين ضبابيه وتضارب على مستوى الارقام، شي كيتحدث 2300 شي 4000 شي 5000، وحنا كنقولوا بان العدد ديال التنسيقيات الاربعه الوطنيه الاولى والموحده والمرابطه فيها ثلاثة ديال 3000 ديال اللي خصهم يستافدوا من المحضر. كاين التزام لفظي ديال الحكومه، كتقول انا ملتزم بالمحضر، ولكن على مستوى الواقع شنو عطاتني هذه الحكومه؟ انا بغيت التزام واقعي بالمحضر. وكاين ايضا باش نقول لك علاش انا كنقول لك هذا الشيء كامل، احنا المطلب ديالنا هو تفعيل المحضر، التزام ديال الدوله. علاش العيب المالي ما كيجيش غير في الملف ديال المعطلين؟ انا نعطيك واحد المثال والله يثير بالضحك. غيريتس كيتقاضى 250 مليون. اطار معطل حامل سلم 11 30 سنه ديال الخدمه 250 مليون. اللي كيتقاضاه غيريتس في عام غادي يتقاضاه 12 اطار لمده 360 سنه.
هذا هو المعدل هالمفارقات. على اش ما كنهضروش على اللعب العاني في الموظفين الكبار، اش التعويضات الخياليه؟ اضافه على استاذ مصطفى الخلفي غير البارح في واحد الندوه قال لك بسبب الفساد كتمشي 1600 مليار. ايضا احنا كنستغنى بسبب صفقات وهميه التقارير ديال مجلس الاعلى للاحزاب باش ما نسوهموش بان كاين احنا عندنا واحد لا ميثود باش نستغنى مع الاحزاب. راه احنا ماشي كنحتجوا في الشارع ماشي غير حبا في الاحتجاج، لا، تواصلنا مع الاحزاب قبل وبعد الانتخابات، قول لهم اجيو عندنا نتفقوا على واحد الكيفيه اللي ندفعوا بها المحضر. وقلنا لهم ما تخافوش من التسييس هذا حنا اكبر من ان يسيس ملفنا، لان بدينا مع فان فيبريي وتحدى كان كيتجبد لنا نسقنا مع فيبريي، درنا معاهم واحد الحدود، حنا كاطار معطلين ينتظمون الطبقه الاجتماعي المطلوب ديالنا، نحن لا كما عندنا حق في الوظيفه حتى الوطن عليه حق. طبعا حنا كاطار ينتظمنا التوجه ديالنا اجتماعي واضح، نحن في غنى ونأبى أنفسا أن كنا ورقة رابحة في أي تيار سياسي كما كان. غير باش نكمل هذه النقطة. لأن المستمعين كينتظروا ماشي مشكل. تواصل مع الأحزاب بعد ما جاوبوناش لا في البرامج، هما البرامج حدايا ولا في التصريح الحكومي على طريقة تفعيل المحضر، إلى درجة أن اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الحكومي اتصلنا بواحد بواحد. قلنا ما ودي خذنا بعين الاعتبار ودز البرنامج الحكومي. انا بالنسبه لي صادم، علاش؟ لان البرامج اللي كاينه فيها انا غير معني بها، لان التزمت الحكومه باش تخدمني في 2012 غير معني بها مباشره، ولكن بصفه غير مباشره انا معني بها، لان انا ملي غتوظفني الدوله انا غادي نحاول ناطر، لان عندنا امكانيه انا حتى حنا ناطروا الشباب من الحاملين ديالو. نعم. وغير واحد الحاجه كلمه اخيره جدا. كما قلت التوجه ديالنا الاخت ولا الاخوان راه واضح، الطابع الاجتماعي حافظنا عليه، زينا في خضم واحد المرحله كتعرف واحد الاحتقان، حنا ابينا يعني حطنا واحد الحد الفاصل، حنا اكبر من ان نستغل من اي جهه. نعم. وبالتالي فالدوله تراعي لها الظروف وتحمل المسؤوليه ديالها فيما يخص تفعيل المحضر، لان الاطر لم يعد لها صبرا. وصلت الفكره واضحه، الى سمحتوا نستقبلوا اتصالات الساده المستمعين. السيده منى. منيا من الدار البيضاء، مساء الخير منيا. نعم. صوتك بعيد منيا. صوتك بعيد ما كنسمعوكش مزيان. الو. دابا يلا دابا مزيان؟ دابا مزيان يلا. اولا فريده كنشكرك وكنشكر كل معك في الميسيون. أصلا كان عندنا في النيابة كان عندنا مجموعة الوحدة المعطلين المكفوفين، يعني كنطالبوا بالتوظيف مباشر وألوح عن كلمة توظيف مباشر. علاش؟ لأنه حنا كنعرفوا أساتذة اللي هما درسوا في المنظمات العلوية صدفوا من الثمانينات بتوظيف مباشر، إذن حتى حنا في هذا الوقيتة ما محتاجينش شي هضرة أخرانية تطبق علينا من غير التوظيف المباشر. زائد مدارس المنظمات العلوية لرعاية المكفوفين مجموع الفرع ديالها، انا كنعرف يعني المنظمه العلويه ديالها في واحد الوقت معين كتجبر الاساتذه ناقصين، وشكون الاكثر اللي كيحقرين هما اللي كيشوفوا. الا حنا قطعناها لان جوده الصوت واحتراما للمستمع، فالفكره يعني جزء منها وصل. نستقبلوا صوت المستمع رحو من الدار البيضاء، مساء الخير رحو. مساء الخير عليك الاستاذه فريده الرحماني والضيوف اللي معك. نعم سيدي، الا كان باختصار الله يعطيك الستر. نعم باختصار. باختصار غير بالنسبه للتشغيل في المغرب، انا غادي نفاجئكم، راه يعني ماشي ما هو لا مشكله ولا معضله ولا حتى ازمه. وفقط بحال ذاك العطب اللي جا في الفيراج وخصو الديباناج، وكيف قال الاستاذ قبيله راه خصنا مثلا علاش كاينين ثلاثه، علاش كنقسيو دوك خبراء التربيه والتكوين الميداني اللي هما اللي كتكون عندهم معطيات اللي يمكن لينا نعتمدوا عليه، ثم كنعملوا حتى دوك بحوث الخبراء الاقتصاد والمال والاعمال اللي حتى هما كيديروا بعض البحوث ميدانيه. وثانيا بندوبيه التخطيط السكاني والاستثماري ما كتعطيش هي ماشي اجور مع القطاعات، وكنعتقد انها خصها تكون اجور. وثم هذا التشغيل هذا انا كنعتقد انه خصو يكون مرتبط بالتربيه والتكوين، منظومه التربيه والتكوين منذ السلك الابتدائي، لان ليس كل مواطن صالح للدراسه او للشغل. وشكرا لكم. نعم اخر متصل او متصله السيده سعاد دائما مدينه الدار البيضاء، مساء الخير سعاد. مساء الخير، السلام عليكم. عليك السلام الله. فكنشكر بادئ الاخت فريده وكذلك جميع الحضور الكرام. رجاء بسرعه. فانا زميله ديال الاخ يونس في الموسيقيه الوطنيه. نعم. اطار معني بالموضوع، ولكن التدخل ديالي غادي يخص الا كان شي اضافه ياك.
لا ماشي اضافه، هذه غير واحد جريتي في القطاع الخاص نوعا ما. نحاول نقتصرها لان مزيان مزيان. هذه قبل ما التحق بهم في النضال يعني كانت عندي واحد تجربه غير مشجعه بالاستمرار في القطاع الخاص. وقبل ما نتكلم على القطاع الخاص كان هناك قطاع مهيكل وقطاع غير مهيكل. تجربتي كانت على مستوى ديال لي تي ام يعني لي بيتيت مويان انتربريز مقاولات الصغرى والمتوسطه. اكزاكتومون. كانت عندنا واحد تجربه في واحد الشركه كتخدم مع تدير الاستيراد ديال 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 المواد لامبورطاسيون دو ماتيريال الكترونيك في الماريتيم. المهم كنتعاملوا مع هي السيده سلوى غتجاوبك. هي استاذه سلوى غتجاوبك يلا. مع القطاع البحري، القطاع البحري عرف واحد الازمه كبيره قبل من الازمه ديال 2008 2009، حيث على ان مارفوسيون اللي كنعرفوها هي واحد لا فيليير ديال لو سي بي تباعت ولا كيكريو لي باطو. عندك مثلا لا كوماناف اللي تخوصات من طرف شركه سيما سي جي ان فرونسيز. عندك لي ان تي سي الحاليه اللي هي اول يعني واكبر شركه بريفي في لو ماريتيم، راه كتعرف واحد الظروف قاسيه قاسيه جدا لدرجه ان ولات كتبيع لي نافيغ ديالها مؤخرا. وبالتالي هذا اثر بواحد الطريقه غير مباشره على الشركه اللي كنخدم فيها لان هادو هما لي كليون ديالنا. شنو ضرا؟ كنلقاو على ان كان التريح ديال الموظفين كان الاجور انخفضت شخصيا من خلال 5500 درهم حال 2600 ديال الدرهم بدون اي ضمانات. كتلقاي راسك على ان هذاك السيد اللي كتشتغلي معاه كتحشمي باش تطلبي منه شي تعويض على ديك المده الزمنيه اللي خدمتي معاه وليست من هينه. علاش؟ لان كتشوفي هو اصلا كيطلب واحد لا سيرفي يلا بغى يوقف على بغى ينجح سيرفي يعني يلا كيتقاتل باش يخلص الماء ويخلص الضوء ويخلص. كتولي كتحشمي انت مبادئك ما كتسمحش لك تطبي واحد الحق هو حقك، ولكن كملي كتشوفي الحاله بعينك في نهايه الامر. في نهايه الامر هذه هي المسائل اللي خلاتني انا شخصيا وبزاف ديال الناس انهم ما يعاودوش تجربه مع القطاع الخاص. سيده سلوى نعم. هي استاذه سلوى كركري بالقجيز شكرا على هاد الشهاده. كتبين بان هذا ماشي يعني ماشي شركة ما قامت بالواجب ديالها ولا شي حاجة. هذه يعني مع الأسف مع العولمة ومع الأزمات وداك الشيء هادو مشاكل كتوقع. داك الشيء علاش يعني الدور ديال الدولة هي مثلا خاصها تخرج بسرعة داك البرنامج المشروع اللي هذه سنوات هو يعني كنتكلموا عليه ديال التعويض على فقدان الشغل. شنو بغيت نقول لك مثلا ملي تكون داك الساعه التعويض على فقدان الشغل كيفاش خصو يتعقلا لانه عاوتاني تخوف. لا داروا مجلس اداري في لاسي نيسيس. احنا ككونفدراليه العامه للمقاولات عطينا يعني لاكور ديالنا. بقى دابا المشروع عند الحكومه وكنتمنوا باش يسرعوا رابيدمون يعني بحال دابا هاد الانسه هادي كنخص نعطيوها التعويض على فقدان الشغل ونديروا لها تكوين مثلا ونساعدوها لانا بيك تساعدها باش تلقى شغل اخر يعني في نفس تخصص تخصص القطاع. لان هذا هو الفرق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. ما يمكنلكش تقول القطاع الخاص وتقول بان داكشي غادي يبقى دائما يعني تقدر الله يستر الصعوبات ديال الشركه تصريح العمال هو في الشارع ولكن هذه يعني ماشي الغلط ديال الشركه. نعم. ما تسوش باقي عندك مسامعي لسمحتي كنت باغي نعاود ناخذ لانه باقي بالنسبه للقطاع الخاص بسرعه الله يعطيك بسرعه التجربه ديالي يعني المتواضعه في هاد السنين الاخيره ديال هاد الدوسي. بغيت نقول بان الحمد لله في المغرب راه كاين واحد المؤهلات وكاين فرص كثيره ولا سيما مع الوضع المتقدم اللي خدينا مع الاتحاد الاوروبي هي في 2012 وانا اشتغلت على هذا الموضوع مزيان ولكن مع الاسف ما عندناش الوقت. 2012 يمكننا نخلقوا تقريبا 50,000 منصب شغل في القطاع العام وما بين 150 و 200,000 في القطاع الخاص. يعني كيخص غير واحد الجديه واحد المقاربه يعني ولا واحد يعني نتعاونوا ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. لان دابا المشكل اللي كيوقع لنا في المغرب هي ما كنفرقوش ما بين التكوين والتعليم. نعم. التعليم بوحده والتكوين المهني بوحده. حنا مخلطين كل شيء. يعني خص التكوين دابا لان المشاكل راه كتبدا من التكوين بما ان كنعرفوا بان مع الاسف 10% هذا الرقم راه مهم 10% ديال الاطفال المغاربه اللي كيدخلوا الابتدائي هما اللي كيحصلوا على الشهاده العليا 10% فقط. نعم رقم يعني 90% كيغادروا 30% كيغادروا من بعد الشهاده مبكر 45% كيبادروا من بعد الكوليج 24 اذا هذه 10% هادو دابا 90% اللي غادي واش غنديروا لهم؟ هادو ديجا اذا هادو اولا كيخصنا لوطو امبلوا خصنا التشغيل الذاتي خصنا ندعموا القطاع ديال الخدمات واخ هذا اولا. ثانيا نعاودوا النظافه في التعليم باش ما يبقاش اذا هنا خصنا ندخلوا معلمين الاساس هو المنظومه ديال التربيه والتكوين اعاده النظر فيها. نعم هاد البرامج اللي كنديروا ديال الادماج وداك الشيء مزيانين ولكن هادو كيجيو من بعد وخصهم يكونوا
ما كاين مشكل في الاوفشور غير حنا درناها الفرنساويه مثلا بور لو سونتر دابيل وداكشي وكيخصهم يكونوا ولكن يكونوا عندهم مساطير سهله باش لي بي ام بي من مقاولات الصغر المتوسطه يستافدوا منها. واخا غادي يكمل النقطه الله يخليك الا سمحتي المهمه اللي ما كاينه حتى شي دوله اخرى من غير المغرب هي اللغه اللي كنقراو بها ماشي اللغه اللي كنشتغلوا بها. خذ البكالوريا وقرب السيونس بالعربيه ومن بعد سير الكليه بالفرنسيه. انا كنسمع اساتذه في الجامعه دابا كيجيو يدوزوا لي كونكور مساك ما عندهمش الفرنسيه واش ذنبهم؟ دابا هذاك الشيء اللي بغيت نقول يعني هذه كيخصها قرار دابا يعني خصنا نعرفوا واش بغينا نخدموا بالعربيه ولا بالفرنسيه. الا قررنا مثلا الا قررنا غير باش الشركات الخاصه تخدم بالعربيه مع الادارات غير هذا القرار هذا صغير اللي ما كيحتاجش الفلوس القطاع الخاص غادي يدخل بزاف ديال الناس اللي عندهم العربيه. اذا غادي يكمل الافكار ديالك مجموعه من الاساتذه اللي باقيين الاستاذ عبد الحفيظ فهمي. استاذ عبد الحفيظ فهمي كخلاصه مقلناش بزاف كخلاصه باش نكون مختصر مختصر ومفيد اعاده الثقه بين مكونات عمليه التشغيل لانه ما يمكنش نشتغلوا بلا ثقه وللاسف انه هذا تراكم ديال العمل الحكومي لحد الان هو اللي دمر هذيك الثقه. الدولة لا تثق في أبنائها بدليل أنها تتركهم يهيمون بين الحلم بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص بدون سند. الشاب لا يثق في دولته والدليل على هذا أنه الناس ما بقوش كيثقوا في البرامج ديال الدولة. الدولة لا تثق في المقاولة، المقاولة كذلك ما كتثقش في الدولة. هذا الجو ديال العدم الثقة ما يمكنش نبنيو عليه شي حاجة. إذا إعادة الثقة واللي مؤهل أولا يكون نموذج هو الدولة لأنه لا ما يمكنش نطلبوا من المغربي أن يكون مواطن والمقاولة تكون مواطنة بدون دولة مواطنة. اللي خصو يبدا هو الدولة أن تثبت فعاليتها عن طريق مواطنتها من بعد نطلبوا من الآخر أن يتحول إلى مواطن. هذا جهة. جهة أخرى كان شار لها واحد الأخ فكرة مهمة هي تسخير الإعلام في قضايا المجتمع. هذه بداية مهمة جدا ولكن يجب أن أن أن, أن تعزز لأنه اللي عندنا في هذه البلاد راه أزمة مفاهيم. هاد الشاب اللي يعتصم وهو مستعد لان يحرق ذاته من اجل وظيفه عموميه في مقابل بدائل اخرى هي ازمته مفاهيم. هذاك الشاب اللي المواطن اللي ما تيقبلش يخرج من البراكه باش يمشي لابارتومون ازمته مفاهيم. اذا الوحيد اللي ممكن يحل هذه الاشكاليه هو الاعلام. الاله عندنا، الاداه عندنا، خصنا اراده لتسخير هذه الاداه القويه بشكل يومي حتى نغير هذه المفاهيم ونبنيو هذه الثقه. وارجو ان نفكر في جيل جديد من التعاقد بين الحكومة والدولة الذي يأخذ مفهوم الاستقرار والضمان من الوظيفة العمومية ويأخذ من القطاع الخاص مفهوم المردودية. جيل جديد من التعاقد بين الدولة والشباب اللي ممكن أن نحل به كطريق ثالث يوازي بين الطريقين. شكرا. وأن نفعل عدد من الآليات اللي عندنا نعسى لمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل اللي للأسف ما عرفناش الدور ديالو لغاية الآن. مؤسسة باسم زميل وبمردودية تكاد تكون منعدمة. وشكرا. شكرا أستاذ عبد الحفيظ فهمي. أستاذ مراد بن طاهر شكرا. واخا عطيتيني الكلمه معطلت شويه ولكن ماشي مشكل. انا بالنسبه لي تنقول وتنجاوب الاستاذ فهمي الا كانت ما كانتش الثقه في الارقام وما كانش التفاهم حول الاسباب ما يمكنش يكون التفاهم حول الثقه. انا تنقول بالنسبه للاختلاف والتباين حيت النقاش كبير كيطر على هذه الارقام. انا تنقول خصنا نفتخروا بالمندوبيه الساميه للتخطيط باعتبارها مؤسسه اللي عندها من الكفاءات والتقنيه ما يعني وكذلك هي يعني كتستعمل معايير علميه ومعترف بها بجانب المؤسسات الدوليه. ونحن البلد الوحيد في المنطقه وفي افريقيا على كل حال اللي عنده لي نورم سبيسيال دو ديفيزيون دو دوني ديال الفون مونيتير. نعم مثلا اللي كيبقى ما عندناش مشكل ديال انتاج الارقام لكن قراءه الارقام هي اللي ما كنتفاهموش فيها وما كاينش الوقت بزاف ولكن يمكن ندخلوا في هذا في نصف دقيقه. استاذ سمير انا باش بغيت نختم هي اكيد انه حق الشغل تيبقى مشروع لاي كيضمن الكرامه في القطاع اللي كيتمنى يخدم فيه الا انه كتبقى دائما المساله ديال الاشكاليات والاكراهات كلها خصنا نخدم وهذا كيؤدي الى انني باش نرجع نقول بانه مساله ديال التشغيل كتبقى دائما
مسألة اللي كتهم الجميع. وعلى الجميع من أجل المساهمة في إيجاد الحلول الملائمة حتى نوصل للمبتغى. لأن الأمر كيهمكم في دقيقة كإطار معطل. المطلب ديالنا الأول الأساسي من هذا المنبر هو تفعيل المحضر بكل تفاصيله وبشكل فوري، والمطلب الثاني هو إلحاق الإخوان ديالنا اللي تقصب المحضر اللي سنينا إحنا، يلحقوهم المحضر باش يفكوا الاعتصام ديالهم، لان الاقصاء ديالهم كان بدون مبرر قانوني. فتح حوار جاد ومسؤول مع المعطلين كاينين في الشارع، بينهم التنسيق الميداني اللي حاولوا يقتحموا البارح بامر عام، ومن هذا المنبر نتضامن معهم بصيغه غير مشروطه. الاستاذ اللي هضر على ازمه مفاهيم، هي ماشي ازمه مفاهيم، ازمه سياسات عموميه وسياسات عموميه للازمه. نعم، شكرا جزيلا مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لكم اساتذه استاذ سلوى كركري بالقزيز، استاذ عبد الحفيظ فهمي، استاذ يونس وحالو، سمير اجرعام، مراد بن طاهر. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا. طاقم البرنامج نعيمه بن الشرقي، بشرى مفتاح الخير، عثمان الشفي، عادل سند، محمد تجامي، مكي رودياس، فريده رحماني. الى اللقاء، وما تنساوش موعد آخر للنقاش يوم الاثنين في ذات الوقت من 6:30 ل8 مع زميلي رشيد صباحي. تمام الساعة 8 مساء، ترقبوا نشرة إخبارية مفصلة في تقديمها الغربي العربي. إلى اللقاء.